مرحبا بكم متابعينا، عدنا للتواصل عبر 24 جرات، وصلنا معكم إلى ترند. وترند هذا المساء كلنا شفنا فيديو في واحد من المدارس لأستاذ بيضرب في طالب وضرب الطالب الجنبه، وبعد ذلك تحولت لمعركة بالكراسي. مع الأسف الشديد رفع الكرسي هو الأستاذ. إحنا بنحترم الأستاذ جداً، ودائماً بنحاول نرفع من شأنه بين المجتمع ونطالب بحقوقه، وإنه الأستاذ في كل المراحل التعليمية ابتداء من التعليم قبل المدرسي حتى المستشرفين على رسائل الماجستير والدكتورة، إنه ياخذوا كامل حقوقهم من الاحترام المجتمعي، من رفع المكانة الاقتصادية بزيادة الرواتب والمخصصات المختلفة. ولكن مثل هذا السلوك يمثل عقبة كبيرة، ومع الأسف الشديد يعني السلوك ده ما سلوك فردي، هنالك عدد من الأساتذة بينتهجوا ذات الأسلوب، ولكن مع الأسف ما بيتم التبليغ عنها بالطريقة الصحيحة. انعكاسات هذا الأمر على الطلاب وعلى أولياء الأمور وعلى مكانة الأستاذ الممتاز اللي احنا بنعرفه وموجود في المجتمع كبير. عايزين نعرف الانعكاسات هذه من جوانب مجتمعية ونفسية على كافة المتأثرين أو المتضررين من هذا الأمر. والحديث حول هذا الموضوع معنا داخل الاستوديو بروفيسور نجدة محمد عبد الرحيم، الأستاذ الجامعية واستشاري علم النفس. مرحب بك يا بروف. مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين لبرنامجنا الليلة وحلقتنا، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة، يعني ندي فيها كثير من النصائح والإرشادات، وندي فيها كلام جميل لكل معلمي بلادي. نعم، وإيجابي. احنا ظللنا دائما نتكلم عن انه عايزين تربيه في البيوت ايجابيه، فعايزين تعليم برضو ايجابي، لانه احنا ما عندنا رفاهيات كثيره في التعليم. يعني التعليم عندنا يعني ما عنده صرف عالي من قبل الدوله، او ما فيه فرص لانه الطالب يتجاوز يعني العقبات. يعني الان عقبه زي اللي احنا شفناها دي اثرها كبير، خصوصا انه مواقع التواصل الاجتماعي شالتها ونشرتها للكل. طيب خلينا نتكلم اول حاجه عن كاد المعلم ان يكون رسولا. هذه العباره التي تربت عليها الاجيال. الان وظهور مثل هذه الحالات، هل بتخلي في اعين الطلبه في المراحل التعليميه المختلفه المعلم يكون يعني يكاد يكون رسول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تاني تحيه لكل المشاهدين. تاني الاستاذ المعلم المربي هو رسول. صحيح، في اي زمان في اي صحيح. مكان، وما في موقف واحد احنا هنقيمه. بس يا بروف ما موقف واحد هو، معلش، ما افراد واحد. هم في النهايه افراد، احنا نعاين بالناحيه الايجابيه زي ما قلتي. صحيح، نشوف بالكميه الاكبر. يعني ده سلوك فردي احنا نعتبره، بدر من بعض من المعلمين تجاه بعض الطلاب. نعم، والموقف اصلا هو حصل في الثانوي. صحيح، يعني ما في مرحله الاساس. بس نحن لو رجعنا للقضايا وحتى لو مشينا يعني لمراكز الشرطه حنلقى بلاغات، يعني بالضرب المبرح نعم. يظل الاستاذ هو رسول في اي مكان في اي زمان. انا متحيز الاستاذ، احنا كلنا متحيزين. احنا نعم. كلنا يعني انا برضو استاذه، يعني درست برضو يعني ومتحيزه. يعني انا عارفه تماما انت بتتكلمي من ياتو ارضيه، وانا عارفه ان احنا الجهد اللي بنقوم به في انه نوصل المعلومه ونحتمل ظروفهم واختلافاتهم، دي كلها حاجات. لكن احنا ارتضينا المهنه بتاعت التعليم. نعم، فطالما ارتضيناها فبالتالي ان احنا حنقبل المشقه اللي فيها، ويعني العائد المادي البسيط واشياء كثيره. لكن احنا كمان ما حنقيف وننكر يا بروف، موجود معك انا. ومع الاسف طالما هو كاد ان يكون رسول، مفروض ما يكون ولا استاذ واحد بيكون عنده نهج غير يناسب التعليم. طيب احنا في النهايه بشر. صحيح. أي. صحيح، والبشر يعني مجبولين على انهم هم يخطئوا. صح، ويعدلوا سلوكهم للافضل للاحسن على حسب كل الاشياء اللي حوله. نعم، الاستاذ زي او المعلم حوله في بيئه. صحيح، بيئه متعدده مختلفه. هذه البيئه يعني فيها كم مكون.
اولا زي ما انت قلتي طبعا هو المعلم المفروض يكون قدوه ونموذج. صحيح. هو اصلا اخذ الوظيفه دي او التبني انه يكون معلم مفترض كل الصفات بتاعت المعلم تكون موجوده فيه. نعم. اذا ما موجوده أب هو اخ وصديق ومعلم وربي. نعم. اي ويكون يعني نقول شنو يعني اب ام ومربي حنون وعطوف ومسامح يعني عشان يعطي الطلبة أكيد. فرص جديدة في أنه يبدو هو المعلم طبعا يعني أنا ما أدري أقول لك أنه فريق بالمعلم هذا زمان لكن زماني كان المعلم يمشي بطرق معينة أو بخطوات معينة طبعاً. أولا بيمشي بيدربوه أنه كيف يكون معلم وبيدربوه أنه كيف يكون مربي. صح. يكفي أنه وزارة التربية والتعليم التربية أولا ثم تعليم. صحيح. المعلم لو ما هو بربي يبقى هو ما معلم. صحيح. أيوة. الفردية الأشياء الفردية أو الكيسز أو القضايا الفردية اللي حصلت الآن من بعض الأساتذة تجاه طلاب عندها إفرازاتها عندها مسبباتها في أشياء كثيرة جدا ممكن تكون هي سبب لأنه المعلم ده في اللحظة دي طلع من طوره نقول عليه أو كانت ردة فعله مختلفة. صحيح. لكن أي معلم لو حس إحنا عملنا مسح للأساتذة أو المعلمين ويعني عشان نشوف انهم هم قدر شنو بيقدموا حنلقاهم انهم هم بيقدموا عطاء منقطع النظير. صحيح. وفي ظروف صعبه انت لو دخلت المدرسه الناس عارف يعني عارفين تماما الاستاذ وقيمته ونحن في مجال الصحافه والاعلام عارفين تماما يعني في استاذ ممكن يشتغل سنه من غير راتب واحيانا لو في طالب يعني واحنا بنتكلم معنا الخرطوم بنتكلم عن المناطق النائيه في السودان اللي بيعيشوا ظروف صعبه جدا عارفين الاساتذه اللي بيشتغلوا في معسكرات النزوح المختلفه اليوم التحيه والاحترام والتقدير لكن تظل الحادثه محل التقييم ولانها هي بتسهم اسهام مباشر في تراجع نظره الاسر للطالب. يعني انا اول حاجه اول ما شفتها الشكل اللي حصلت في المدرسة ورفع الكراسي أنا عندي ولد أنا خفت يعني لا لا ما تخافي ولسه هو صغير فبالتالي ما بالك بأسر عندهم إن شاء الله يكون مستقبل يعني. مشرق جميل فيه احترام للتعليم طبعاً. والمعلم والطالب ويبقى حقوقهم كل الحاجات لا. دي مستقبلا نتشي لهم من الناحية دي. طيب مثل هذه قبل ما تقولي لي طيب لا. أنا داير أتكلم في إنه يعني المعلم هو مربي زي ما قلنا. صحيح. ودي حادثة لشخص واحد. نعم. هذه الحادثة ما ممكن نحن نعمم بها يا بروف احنا ما بنعمم الا لما تكون ظاهرة بروف. ظاهرة يعني عدد من المعلمين في عدد من الاماكن هم يسلكوا نفس السلوك. شفت الفيديو يا بروف؟ انا للاسف ما شفته يعني والله الان نحن بنعرض فوق في الشاشة لو شفت الفيديو تماما حيكون عندك راي ثاني لانه لم يكن يعني هذا الاستاذ ممثل لاي استاذ ومش كده ما ممثل حتى لشخص أكبر من 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 الطلبة القاعدين لأنه ضرب الكراسي هو رفع الكرسي هو يعني أنا ما بنشوفه إلا في الحفلات حقت زمان يعني الظروف والناس مشاعر والناس مشاكل كمية الحاجات ممكن تأثر معنا يعني. الفيديو هو بيعرض فيه الآن الأستاذ شايفاه بيضرب في الطالب بالكرسي كرسي بتاع بلاستيك بالكرسي كرسي بتاع بلاستيك اي وهو يعني الطالب اللي ضرب بالكرسي ده ما الطالب اللي اصلا كان مشتبك مع الاستاذ ده طالب قاعد جنبه ده طالب كان قاعد جنبه فده امر خطير جدا طيب. انعكاساته يعني مفروض وزاره التربيه والتعليم يكون عندها لوائح حقيقيه وتطبق ويتم اختيار الاستاذ بما يناسب مكانه الاستاذ نفسه وبما يناسب مكانة الأساتذة في اللي سبقوا اللي درسونا اللي لحد يوم الليلة بيلاقونا في الشارع ونحن ما بنقدر نتكلم قدامه. أنا معاكي مش كده وبس مفروض المعلم يكون متجدد. نعم. لأنه حس تلميذ اليوم ما هو صحيح تلميذ الأمس ولا طالب الأمس بكل المعطيات الجديدة الآن في الدنيا مفترض المعلم يكون مواكب بحيث أنه يقدر يقنع هذا التلميذ أو هذا الطالب. صحيح. تبقى هنا الإشكالية في شنو إحنا شفنا الفيديو لكن ما سمعنا الكلام. نعم. في بعض الأحيان قد يكون الطالب استفز المعلم ببعض الكلمات أو بعض المصطلحات اللي بيرى المعلم إنه أنت ما سمحت الكلام يا بروف لكن إحنا سمعناه ما كان في أي استفزاز الطالب اللي ضرب بالكرسي هو ده الطالب اللي أصلا ما كان مشتبك مع الأستاذ كان قاعد جنبه ما يمكن يكون عمل حركة ما شرط تكون الفيديو كان هي واضح إحنا حنعرضه لك يا بروف لكن خلينا نمشي من النقطة دي لنقطة تانية أن إحنا الآن
عايزين المعلم وصورته، وطبعا التعليقات على الفيديو في السوشيال ميديا. عندنا نحن قسم سوشيال ميديا فرصد عدد كبير من التعليقات وبنينا عليها محاورنا. الكل مستهجن، فإذا أخذناها كعينة، وإنت بروف وبتعرفي، إذا أخذناها كعينة مجتمعية عشوائية، الآن هنالك خطر كبير على مكانة الأستاذ لدى الأسرة السودانية. لا، هو مكانة الأستاذ مفترض، أنا معاك إنه الأستاذ مفترض يهيأ، مفترض يتدرب، نعم، على مفروض اختياره يكون في أسس معينة عشان هو يمتهن المهنة دي. صحيح. لأن هي مهنة الأنبياء والرسل، ما أي زول مفروض يمتهنها. وعلى يعني على حد علمي إنه في معاينة بيدخل لها المعلم، يخضع لعدد من الاختبارات أو المعاينات، بعدها بيكون ذات الاختبارات النفسية تخصصي. هو طبعا احنا هسي يعني الظرف والوضع الراهن، صحيح، والضغوط الحاصله الان، احنا اي زول يبدل منه اي سلوك الى حد ما بنعذره اذا كان السلوك، نعم، يعني عنده محدداته او عنده اسبابه يعني، او كان مقبول، نعم. لكن الناس اغلبها هي مضغوطه جدا، واحنا كلنا مضغوطين يعني. انا دائما بتكلم مع الطلبه بقول لهم كده، كل ما الواحد قدر يعمل هو كنترول على نفسه كل ما كان أفضل وأحسن. نعم. لكن أنا معاك إنه المعلم مفترض يخضع لتدريب وتأهيل وفي كل المجالات يعني. نعم. كيف إنه هو غير الجزء بتاع التعليم وتجهيز الدرس، إنه هو كيف يتعامل مع الطلاب بنفسياتهم المختلفة. صحيح. هم كأشخاص في أعمار مختلفة، عندهم احتياجاتهم مختلفة، عندهم متطلباتهم المختلفة. مفروض المعلم يكون واعي بالجزئية دي عشان يقدر يتعامل معهم. نعم. أيا كان. نعم. طيب، الآن بتنصحي المعلمين الجدد، لأنهم هم برضو تجربة إنسانية وجايين في ظروف، يعني بتنصحهم بشنو يا بروف بخبرتك الطويلة؟ مش معلمه بس، أي شخص داري يمتهن أي مهنة أو وظيفة مفترض هو يعرف عنها معلومات. أي شخص داري يبقى هو معلم، مفترض هو لو ما حس إنه هو ممكن يكون مربي، هو ممكن يكون معلم بنموذج غدوة، هو ما يلتحق بالمهنة. نعم. إحنا عندنا مشكلة في الفترة الفاتت، يعني قد يكون التعليم ما يعني دخلت فيه مشاكل. في فترة من الفترات كان بالخدمة الإلزامية كان بيجيبون كمعلمين في مرحلة من المراحل. نعم. فدي عملت مشكلة وربكة في التعليم يعني. وحسي الآن برضو عندنا مشكلة تانية، اللي هي فصل الأساس عن مرحلة الأساس عن مرحلة المتوسط. فبرضه عندنا فيها إشكالية في إنه برضه المعلم نعم. المتوسط ما هو نفسه معلم الأساس، ما نفسه معلم الثانوي. صحيح. عشان كده أنا لا زلت بقول إنه المعلم اللي بدرت منه البوادر دي، إحنا عندنا معروف إنه الطالب في الثانوي طالب بيكون عنيد، ما بسمع الكلام، حاسس بإنه هو زول كبير وعنده نعم. رأي ونظر ودائر في الطريقة، التغيرات اللي بتحصل له وده الجروين بتاعه وده نمو يعني. أي. نعم. فمفترض دي هي كورسات بتدرس للمعلمين في إنهم أنتوا حتتعاملوا مع ناس كده، ناس ما ثابتين، شخصيتهم ما ثابتة يعني. ما زول أنا الليلة بقدر أديه كلام أو هو يتعامل معي الليلة بشكل وبكرة يتعامل معي بنفس الشكل، لا. في مرحلة الثانوي ممكن كل مرة يكون هو متغير بشكل على حسب الهرمونات اللي بتفرز في جسمه، على حسب النمو القاعد يحدث، فدي حاجات هو ما بيقدر يعمل على كنترول. فالمعلم بتاع الثانوي المفروض يكون ملم بكل هذه المعلومات عشان هو يقدر يتعامل معه. هو عنده قدرة إنه يستفز المعلم. يبقى هنا نصيحتنا للمعلم إنه ما كل معلم بيستفز يعني. أنا كمعلم زي ما قلت نصيحة للمعلمين الجدد، نعم، إنه ما أي موقف أنا بيستفزني كمعلم جديد مفترض، نعم، مفترض أنا أكون عارف كمية من المعلومات عشان أنا أتعامل مع كل شخص وفق مراحله العمرية وفق الفروق الفردية بيناتهم، لأنه كل زول بيجيني من بيئة مختلفة عن الثاني. نعم. طيب، هنالك بعض الطلبة بيقع عليهم عنف يعني نتيجة، خلينا عشان ما تزعل يا بروف، إنه يعني بعض السلوكيات الفردية من الأساتذة أو بعض الأساتذة بيكون أول، والأستاذات كمان، هنالك بعض السلوك العنيف. تأثير السلوك العنيف على الطالب وأداؤه الأكاديمي ومكانته في وسط الطلبة وبعدين في المجتمع، هل ممكن يكون في تأثير كبير وخطير؟ عنده تأثير كبير جدا وخطير. طيب. جدا على هذا التلميذ. أنا ما بالمناسبة في معلمين
يسيء التصرف أو ما بيحسن التصرف في العقاب للتلميذ، فبتكون دي إشكالية وكثير يعني كثير في المدارس. أنا قاعد تلاقيني بعض المشكلات الكده يعني بيطرحوها عليه أو في الميديا زي ما أنت بتشوف يعني، لكن بيكون تصرف فردي ودائما حسي بيقوى للأمر واعي بحيث إنه هو طوالي بيتصدى للمشكلة وبيمشي المدرسة وبيتكلم مع المعلم أو إدارة المدرسة في إنه في إشكالية حصلت من معلم إكس بحيث إنها هي تعالج فيه موجودة وستظل موجودة، إحنا بشر ما حتتغير دي. طيب العقاب في المدرسة ولوائح العقاب في المدارس مفروض تكون كيف؟ إحنا في السودان ما عندنا لائحة، لكن في كثير من دول العالم في لوائح موجودة، وحتى الدول العربية حولنا عندنا لوائح في طبيعة العقاب ونوعه وطريقته وأسلوبه، لكن الناحية التربوية والنفسية إحنا بنقول إنه طبعاً الطالب على حسب سنه يعني حسب عمره، يعني عندي طالب الأساس يختلف عن طالب المتوسط يختلف عن طالب الثانوي، فكل واحد العقاب بتاعه مختلف، لكن في النهاية الطالب أنا ما أحرمه من الحصة أو من المعلومة، لكن المعلم يكون فطن يكون ذكي يكون يعني عنده القدرة إنه يكتشف المواقف الممكن تثير الطالب وتعمل مشكلة ويزعف إنه هو يعالج. زمان إحنا طبعا ضربونا يعني كعقاب، وبعدين تجيف صف عشان يضربوك وغير ذلك من العقوبات المختلفة، لكن يبدو أن يعني كان لنا بعض التقبل يعني رغم احتراضي أنا الشخصي على هذا الأمر، وبفتكر أنه دي ما وسيلة عشان تقنعني بها أنه أنا مثلا أقوم بالواجب بتاعي، أو إذا أنا أخطأت أنه أنا أضرب يعني، فكان بيني وبين نفسي كنت بقول أنا يعني أنا ما حيوان أنا إنسان يعني، فمفروض يكون في طريقة غير دي يتعاقب بها أو أتقوم بها. لكن على الأقل جيلنا تجاوز هذا الأمر الآن، وما زال الضرب في المدارس موجود واللي هو بنفس الطريقة التقليدية القديمة، الناس تجيف صف أو مثلا يتكلم طالب أو طالبة الفصل كله يتم ضربه، ده كعقاب يعني، وسياسة الشر بعم والخير بخص وكأنما هم في مدارس عسكرية. هل الآن الطلبة يتقبلون هذا النوع من العقاب باعتبار أنه انفتحوا عارفين قوانين الدول الأخرى يعني في سوشيال ميديا صدرت كيد لهم معلومات؟ إحنا عندنا حس الطالب أو التلميذ حصلت له نقلة كبيرة جدا في المعرفة وفي المعلومات، نعم، وبيجي يعرف حقوقه، نعم، وواجباته المفترض يؤديها يعني، نعم. فدي الإشكالية بالمناسبة، دي الإشكالية الآن بتواجه المعلمين وحتى أولياء الأمور. صحيح. يعني الطفل بيقول لي أبوه أنا عندي حاجة عليك يا أبوي، يعني مفروض ألاقيك وتونس معاك أنت، أنا ما قاعد ألاقيك. لكن التلميذ ما بيقدر يقول كده للمعلم. ليه؟ لأنه قد يجد من المعلم عقاب. عشان كده إحنا ممكن نقول للمعلمين إنهم هم زي ما قلت لك يكونوا فطنين أذكياء، في إنهم هم يتعاملوا مع الجيل دي من التلاميذ والطلاب بفهمهم. صح. يعني هذا الجيل هو جيل المعرفة. نعم. إذا حس إنه هو معرفته أعلى منك فهو بيتخطاك. صحيح. عشان كده نقول للمعلم هو يكون دائما ملم بكل الجديد في مجال التعليم والتربوي والنفسي، نعم، عشان هو يقدر يقنع هذا التلميذ أو الطالب في أنه هو يحترمه، نعم، وفي أنه هو يأخذ مادة تعليمية عشان هي بتساعده في حياته. طيب يا بروف، عشان نحن ما نحكم على الأساتذة حكم سلبي نتيجة خلينا نقول ظواهر، كيف نحن كأسرة وكمعلم وكوزارة التربية والتعليم نقاوم مثل هذه السلوكيات التي تؤثر على الكل؟ طبعا دي منظومة احنا بنسميها، طول ما هو في توافق بين الأسرة والمدرسة كل ما كان هنا النتيجة الإيجابية بتظهر في الطالب او في التلميذ. حسي في الآونة الأخيرة عند المشكلة بتاعت أولياء الأمور ما زي أول، الواحد بيكون حريص يجي المدرسة ويسأل من ولده ويشوفه لو أخطأ أو غلط أو كده، تعقيدات الحياة. أيوة، ما هي الحياة بقت ضاغطة. صحيح. يعني ممكن تكون خلت ولي الأمر في يمشي وظيفته باقي اليوم بيجي يشتغل ترحال مثلا. أيوة. فضغوطات الحياة هي دخلت كثير في كل الشأن، في الشأن الأسري في الشأن التعليمي. صحيح. ف
فيعني جعلت انه كثير من السلوكيات وكثير من الاشياء تظهر عندنا بالمناسبه. يعني هسه العنف في المدارس ما كان عندنا موجود من الطلاب اللي هو حسي بيطلقوا عليه مصطلح التنمر. يعني والله هو كان مشكلة. موجود بروف يعني هو كان موجود بس احنا وبعدين ما عملنا له تعريف، لكن التنمر موجود. يعني موجود تم التنمر زمان علينا في المدرسة دي من الروضة لحد ما تخرجنا، واليوم الليلة التنمر موجود. أيوة لكن لكن يلا هنا المدرسة من نفس تتدخل الأشخاص. المدرسة تتدخل نعم. في إن هي تعالج الإخفاقات والمشكلات الكده نعم. صح؟ ما الأسرة تتدخل وتقول لك أس الأسر بتجي المدرسة وبتعمل مشاكل في أشياء أنا بفتكر إنها هي تافهة. يعني نعم. أنا جبت ولدي ده وسلمته للمعلمة المديرة أو المدرسة الفلانية أنا أكون مطمئن إنه المدرسة دي هي حتأهله لي تربويا صحيح. وتعليميا ونفسي. ما تأذي لي نفسيا أصلا هو يعني الناحية النفسية دي أصلا ما يضربوا لي ما يضربوا لي ولدي ولا بيتكف ما حقبل. يعني أنا ما بتكلم عني، أنا بتكلم عن الأمهات. ما يعني فأنا حضطر أجي وحنجي يعني إحنا كأمهات أو آباء أو أولياء أمور من خلفيات مجتمعية مختلفة. يعني ممكن الأستاذ اللي هو ممكن يكون ولي أمر الطالب طبيب، وممكن يكون مزارع، وكله عنده طريقة تعبيره. فبالتالي الأستاذ طالما اخترت هذه المهنة زي ما احنا اخترنا مهنة الصحافة قاعد نحتمل اي حاجة، فلا يجب على الأستاذ ان يحتمل كل شيء. انا معاكي في النقطة دي. ما احنا قلنا هسي لو عندنا معلمين جداد دارين يمتهنوا المهنة فيجب على وزارة التربية والتعليم انها تخضعهم لعدد من الدورات التدريبية المختلفة نعم. في انهم هم كيف يتعاملوا مع هذا التلميذ والطالب نعم في المراحل المختلفة وفق النماءات المختلفة والمتطلبات والاحتياجات حق المرحلة نعم. فدي بنعكس دي وزارة التربية والتعليم مفروض تكون تأخذ الحاجة دي في اعتباراتها نعم. وتشرح فيها ولي الأمر مفروض يكون عارف إنه ولد دي وداه لمكان أمين نعم. أيا كان نوعية العقوبة هو يعني راضي بها باعتبار إنه نعم. يعني ما حاجة تخليه إنه هو ينزعج أو كده صحيح. زمان كان ولي الأمر بيجيب ولده المدرسة وبيقول للمعلم ليك العظم ولا ليك اللحم ليك اللحم ورجع لنا العظم ما تكسر لنا ولدنا لكن قطعه حتة يعني شنو الغرض إنه تربيه وتعليمه صحيح. بس دي أنا أعتقد إنها كانت تقال يعني مجازا يعني ما قاصدين الفعل الحقيقي ما خلاص ما نعم. المعلم لما يضرب التلميذ ما بيمشوا للأمر يقول للناظر ليه أنت ضربت الولد ده ولا للمدير نعم. لأنه خلاص هو عارف أنه ده مربي حيربيه. لكن هو فعلا الحقيقة إحنا عندنا مشكلة في المعلم بتاع اليوم في أنه هو كثير من الحاجات قد تكون ما عنده خبرات في النماءات المختلفة نفسيات الطلاب تفكيرهم لأنه حسي مداركهم بقت واسعة شديد وبيقوا ما شاء الله عليهم تخطوا صحيح متهشين أيوة لا. فالواحد دايما بيحس قدامه إنه هو استثمر فيهم للأفضل بالضبط. مفروض يكون كده يعني المعلم مفروض يكون هو موليم بكل الأشياء نعم. المحيطة بهذا التلميذ ولا الطالب عشان يوديه لقدام نعم. عشان يمشي لقدام هذا نعم. الطالب. طيب نصيحة للأسرة في إنه يعني أولادهم يتعاملوا معهم كيف بحيث إنه ما يلجؤوا إلى يعني عبارات قد تخلي الأستاذ يطلع من طوره كمان. أنا بقول لكل أسرة تريسي في المشكلة اللي جحك عليك ابنك وتأكدي من المعلومة من مصدرها. إذا المشكلة رأيتي يا أم أو يا أب إنها هي بتستحق إنه تمشي المدرسة وتثير النقطة دي أمشي صحيح. وممكن تمشي البوليس برضو قبل ما يمشي البوليس ممكن لا تمشي المدرسة لكن في مشكلة بيجيني الطالب يعني جسمه مع عليه وعلامات يعني هو طبعا في حقوق الطفل وغيره صحيح. لكن يلا صحيح. تظل احنا ما نجامل في حقوق اولادنا لانه احنا دايرين مستقبل بتاع اجيال قويه يعني وعندهم الجيل ده قوي ولا ما محتاجين احنا نقويهم لا لا هي دي لكن احنا نربيهم يا بابا ايدهم شديد احنا نربيهم احنا نعلمهم احنا صحيح. نوجههم كل الحاجات صحيح. دي احنا نعملها اليوم صحيح مهمه نعم. فينا احنا كاشخاص اكبر منهم سنا إن نعم. إحنا نوجههم بقدر ما نستطيع يعني طبعا صحيح. تظل القضية مطروحة وتظل الأصوات منادية بأنه طالما اخترت مهنة الرسل والأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من شر علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا تحوله أنت لسلوك، فالأفضل أن تكون قدوة لطلبتك بسلوكك.
التحية والتقدير والاحترام لكل أساتذة هذه البلاد في كل مكان، وهم يعملون في ظروف صعبة، وللذين يعني تأتي منهم هذه التصرفات بالتأكيد. الآن هذه الأجيال لن تقبل أي سلوك، والآن تم رصدك وأنت تقوم بهذا الأمر، وعدد من الأساتذة أيضا تم رصدهم وهم يقومون بتعنيف الطلبة، وأصبح هذا الأمر خطر عليك وعلى القيمة الكبيرة اللي خلوها الأجيال السابقة من الأساتذة. شكر وتقدير لك يا بروف، وتشرفتينا كثير بحضورك لنا ولهذه الإجابات لتساؤلاتنا. بروف نجدة محمد عبد الرحيم، الأستاذ الجامعي واستشاري علم النفس، شكرا. شكرا لك. نعم، لكن أنا ما تميت الوصية لكل أم وأبو. إنهم هم ما يبادروا بإنهم هم من أقل مشكلة، إنهم هم يمشوا المدرسة ويعملوا مشكلة، ينتظروا، لكن ما يخلوا حق ولدهم. صحيح، نعلمهم ياخذوا حقوقهم. صحيح، إذا في إشكالية فعلا بتستحق إنه نمشي ونتناقش مع المدير. نعم، لدقة الزمان. شكرا وتقدير لك يا بروف. وبعد فاصل المتابعين نعود، كونوا معنا.